تعالوا شوفوا بقى يا حبايب قلبي عاملين ايه النهارده. عاملين فراخ ومكرونه سباكيتا وشوربه خضار طبعا عشان محمد. وتعالوا بقى شوفوا الليله الكبيره دي هنعمل فيها ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي، ويا رب تكونوا بخير وربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم ابدا ابدا ابدا. أبدا يا احلى عيله واجدع ناس واغنى ناس على قلبنا والله. اه والله النهارده بقى جايين في تحدي ايه؟ تحدي عملاق بجد. هو فرخية 2 كيلو وانا فرخية 2 كيلو، وهو طبق مكرونة وانا طبق مكرونة، بس للحق الحق. وانا بغرف قال لي مش مشكلة، قال لي لنفسك يعني. هو اخد ازيد شوية لان هو بيعشق المكرونة الاسباجيتا. ومعانا شوربة لسان شوربة الخضار دي خارج التحدي، احنا عاملينها عشان محمد تعبان. اه دعوا يا جماعة ربنا يشفي عنه يا رب. اه يا رب يا رب يا رب. تعالوا بقى اتفضلوا معانا. لا بس ده حد شكله هيبقى ايه جامد. ميرسي ميرسي. حطوا اللايك بقى واتفرجوا على الفيديو من اوله لاخره، ربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم ابدا 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 ابدا. بس يا محمد اتفضلوا بقى معانا يا جماعه ونسمي الله. شوفوا المكرونه، نسمي الله يا جماعه. بصوا بسم الله، قرب المكرونه قدامك تعرف تاكل. بسم الله. بس هي متعمدة تطلع المكرونة سخنة. جميلة أوي. جميلة يعني. أوه. واللي بيقولوا لي أنت مرهقة، فعلا أنا مرهقة والله. ربنا يخليكوا ليا يا رب. منتج ناكل الفراخ. مش هتدوينا الفراخ ليه؟ انت مش ليك فرختك اتصرف فيها بابا. طب اقول لك فكره. قولي. سخنه مولعه يا عم كمان. اتفضل. عايز اقول لكم ريحتها وهي جايه جامده. فراخ جميله قوي. بصوا يا جماعه. الله. مش ناقل لك الفراخ دي حلوه؟ سمينة على فكرة قوي. شوربة الخضار سمينة منها، أنا بحب أحط على شوربة الخضار طماطمية معصورة كمان. فراخ جامدة يا جماعة. بص بقى الربع ده رايح بق مين؟ بق مين؟ مين؟ متابعين. أنا والمتابعين واحد. نفسي اكسب بجدارة. بتحلم. بس هو الاكل روعة روعة. الفراخ تحفة، المكرونة تحفة. لا مع الاكل حكاية. فراخ سمينة وجميلة يعني. تسلم ايدك.
لا تستعملي اللي عملها. لا اللي جابها. لا اللي طلعها بقى بالمنظر ده. ست دبوسة. ولا حدقها. حبيبي منزلي عادي. قسم خلص انت ما عطست. خلاص بقى عارفه بعد الغدا اعمل له جلسه روم كده بعد التحدي. الفراخ يا جماعة سمينة سمينة سمينة. لو حالي هيتغلب هيتغلب هيتغلب. خلصت ربع. انا خلصت اهو. هيهات هيهات هيهات. سخنة لسه بتدخن. بص عليك يا علي سايبني انا المهمة دي. تاخد فص الفيليه يا محمد. فص الفيليه اهو انت بتحبه. امسي سخ. طبعا علي ما بيوسخش ايده. الاستاذ علي انا مجرد ان انا باكل الايديه بتعمل. الاستاذ علي جميل. في واحدة قالت لي في الكومنتات في بورسعيد. ليه يا قلبي نفسك؟ طب خد ده عشان خاطر. انت ما اكلتش حاجة يا محمد. انت خدته عنده؟ بتقول لي في الكومنتات ايه؟ على الحمام. بتقول لي بورسعيد مش بيحشوا الحمام مرتا بيحشوا فريك. ردوا انتوا يا جماعه. مش الاكتريه بيحشوا مرتا؟ مش معنى ان هي بتحشي فريك او انا بحشي مرتا ان الكل بيعمل حاجه واحده. بس الاكتريه في بورسعيد بيحشوا الحمام مرتا. كل واحد بيبقى ومزاجه. وعلى فكرة أنا كنت جايبة فريك فعلا بس نسيت أنقعه فاضطريت أعمل رز. ينفع ناكل المكرونة بإيدينا؟ ينفع. ينفع؟ نعمل سندوتش مكرونة. أبوك بيحبها بالعيش. أه والله. بس الشوكة أسهل. الشوكة أسهل. أسهل بس؟ البورسعيدية يقولوا لي بيحشوا الحمام ايه؟ يصلحوا لي المعلومة لو أنا غلطانة. صح؟ أنا بحشي مرتا. أنت بتحشي مرتا؟ الشيف محمد بيحشي مرتا. انتظروا تحدي جامد. ما تحرقوش. طبعا. هيبقى من أعمال إيديا. أنا تعبان بس فيها نفس أعمل لها.
حبيبي. مصمم يقف مع امه في التحدي ده. بيقول لي سيبيني اساعدك اطبخ معاك. قلت له حاضر. ربنا يستر بقى والاكل يطلع حلو. شوربة الخضار تحفة. رأيك فيها ماما؟ جميلة. ها؟ وهي مش حلوة برضه حلوة. شوشو لازم تكسب. ها؟ شوشو هتكسب. طبعاً لا في شيبسي ولا في حاجة ساقعة عشان محمد تعبان فالتحدي ايه ما فيهوش حاجة كده ايه؟ تضري. بس هو الأكل مبلع نفسه صراحة. الأكل بيبقى حلو يا جماعة وكل حاجة. بس شوية الحاجة الساعة. رغم ان هي غلط بيجروا اللقمة بس ايه بيساعدوا الدنيا شوية بصراحة. رغم ان هي غلط. غلط على الزلط. اختار لك ايه؟ افضل لسات الامر. اختار لك ايه ده؟ وبعده متفاجئة. اطلع المية. ها؟ مية جميلة. نبلك مية؟ لا. بصوا بقى الحتة دي. اتفضلوا يا جماعة. فانسحبوا. شبعت قوي. انت حر. شبعت. انا بحب حتة القرموشة دي. كانت مكملة؟ بجد؟ انت شايف ايه؟ نصابة يا جماعة. ليه؟ بس انا انسحبت. شبعت بصراحة. الفراخ والنهاردة والمكرونة. ولا قايلة لك ايه على الفراخ من وانا بنضفها؟ والله من امبارح وهي بتقولي الفراخ ده 10/10 وهي ناية لسه. بتبان. والله بجد. انا انسحبت؟ هرجع لكم وانا بعاقبه. انا قلت انسحبت. بص عقابك انت شبعت قوي. بجد. بجد والله ما اقدرش. هتقص سكون تاكل شربة الخضار دي. لا ما اقدرش. لا. هتقص سكون. لا. يلا بسرعة. هتقص سكون. ماشي يا محمد اقص سكون. انت شغال. انت بص الزفة. شغال على الزفة انت اللي هتقص سكون. هو متعصب دلوقتي سيبه في حاله. والله العظيم يوم البتاع الكوري دوت بصوا ما عندكمش فكرة. الواحد مات. محمد ده بيهيص. في الهيصة. طمانية من ايش هيبقى؟ يعني مش عقاب؟ يعني طلع مش عقاب؟ ده الشوربة طعمانية من قوي. قلبه ابيض. جيت عاقبه قال لي طعمه جميل. قلت لك كسوس كوري. احنا خلنا فرخه يا جماعه جربها كده الشوربه هتمهش. هو نص وانا نص وفاضل فرخه. عايزه اقول لكم حاجه كده وهم. وانتظرونا بقى في تحديات جامده كلها اليومين الجايين باذن الله. بس ادعوا لمحمد ربنا يشفيه. احنا بصوا طماعين تزودوا الله يطول. انا عارفه ان انتوا عاملين الواجب وزياده. والله العظيم انا بشكركم من كل قلبي. كفايه كده يا عم. كفايه. بصوا يا جماعة كفاية عشان تعرفوا ان انا قلبي قلب خصاية. قوي قوي. قلب بطاية. حكم محمد ده شراني. بيحب عقبات جامدة.
بالله عليكم تتفرجوا على الفيديو كامل. اه انتوا بتحطوا لايكات بس ما بتتفرجوش على الفيديو كله اليومين دول. لا اتفرجوا عليه كامل بقى. اه عشان خاطر شيشو ولولي. اه محمد هيطلع معانا تاني بس لما يخف ان شاء الله. حطوا لايكات على قد ما تقدروا، وزي ما قلت لكم قبل كده من تليفونات البيت كله خش كده على بوكي السحابي السحابي، خدي تليفوني حط اللايك، على جوزك حط اللايك، يعني خليكم كده ايه نصحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. عسل عسل. انا عسل.